عندنا حما الاولى المتسلطه او المسيطره، دي حما دي جميله بقى، المتسلطه والمسيطره دي اللي لازم تسيطر على الكون اللي موجود في البيت، يعني هي كلمتها القاطعه ان هي، وهي اللي قال اه او لا فمحدش يقدر يقول لها لا، سواء الزوج او الزوجه، يعني الابن او البنت ما يقدرش يقولوا لا، دي الحما المتسلطه او المسيطره. عندك حما كمان؟ عندي حما بقى مستفزه جدا، الحما الفضوليه اللي هي بتتحكم في كل حاجه وبتتدخل في كل حاجه في كل حياتهم، في كل حياة الزوج والزوجة، من أول يوم ما اتخطبوا، من أول يوم الخطوبة لحد آخر يوم هم قاعدين في البيت ومع أولادهم، يعني دايماً تطب على شفت فيديو على السوشيال ميديا انتشر جداً، مش عارفة أنت شفته ولا لأ، عن الحما الفضولية، كان كوميديا كوميديا. بصي هم بينتقدوا كوميديا. ده بقول لك بقى، ده الحما بقى الاقوى منها، الحما الغيوره. يا لهوي، ليه بقى الحما الغيوره دي؟ الحما الغيوره مشكلتها ان انت خدتي فعلا، انا زمان قلت في اول كلامي، انت جيتي خطفتي ابنها اللي هي تعبت في تربيته، اللي سهرت عليا ليالي معاه وشافت منه حاجات كتير قوي، فدلوقتي انت جيتي تاخديها على الجهاز كده، فهي بالنسبه لها دي غيره ما بعدها غيره، فبتبتدي تلكك لك على اي حاجه. خلي بالك بقى من موضوع حما الغيوره دي، انك انت بتتعاملوا انتوا الاثنين على نفس المنهج، انت بالنسبه لها واحده صغيره وجميله جايه تاخد ابنها حبيبها حبيب قلبها، فمش عارف اقول لك تعملي ايه. ومعظمهم هتلاقيهم غيورين على فكره، هم غصب عنهم، هم غصب عنهم فعلا بيبقوا غيورين. في الحما الظلمه دي بقى صعبه قوي، يا بريه يا حما يا ظلمه بريه، دي انا الواحد خايف منها، مش عارفه الحما المستقبليه هيبقى شكلها. لا ان شاء الله ربنا يرزقك بحما كويسه ان شاء الله. الحما الظلمه، حما الظلمه دي صعبه قوي، بتبقى على طول بتشتكي، عارف اللي هو ضربني وبكى وجاني واشتكى حاجه كده، اللي هو سبقني واشتكى. فهي بتعمل ايه بقى؟ بتروح تقول لابنها اللي انت، اللي هي البنت ما عملتش اي حاجه اصلا، ده عملت فيا تقوم ابنها على مراته، الظلمه بقى، فعلى طول ظالمه او كابتة. مش كل الحماوات يا جماعه، بس عشان نتفق، لا مش كله، مفيش نظريات التعميم والله خالص، النهارده بنتكلم على الحماوات، مش كل الحماوات وحشين، لا سمح الله، في ستات كتيره حلوه قوي وكلهم امهات وناس بيتعاملوا بالحب فعلا مع اولادهم ومع مراتات ابنائهم، فلا يعني في حماوات حلوه جدا بصراحه. في بقى يعني اللهم احفظنا الحما المتكبره التنكة اللي هي كل حاجه انت بتعمليها مين اصلا، انا بكي زهقانه من الدراما اللي دي بقى، يعني بتستهزئ طبعا بكل افكارك، بتستهزئ طبعا بكل ما تفعل، يعني باي حاجه بتعمليها، اي حاجه تتكلميها، اي حاجه تقوليها، اي حاجه تشتريها، تقول لك ايه اللي انت عاملاه ده، ايه ياي، دي حاجات غريبه، انا جايه من بيئه راقيه وانا افهم اكتر منك وانا طبعًا اعرف اكتر منك. في الحما اللئيمه او الخبيثه، الخبيثه بقى اللي هي من تحت لتحت، عارفه اللي هو برده ما تعرفلهاش ماسكه، ما تعرفلهاش مالكه، هي لئيمه، مش سهله كده. دي فظيعه، خبث ده مش سهل، فظيعه. اخر واحده بقى واجمل واحده، الحما الودودة خلود. او الرحيمة، انا هكون حما كده ان شاء الله. دي مفيش احلى منها، يعني طبعًا ربنا يرزقنا كلنا بحما حلوة كده وجميلة ولطيفة ولذيذة. كل انواع دي طبعا هنعرفها اكتر النهاردة مع الاستشارة الصحة النفسية الاستاذة امال محسن، اللي هتقدر تكلمنا اكتر، دكتورة امال محسن اللي هتقدر تكلمنا اكتر على الحموات اللي احنا اتكلمنا عليهم النهاردة من السبعة، عشان تقدر تشرح لنا احنا نقدر نتعامل ازاي مع كل الحموات دول، هم صعبين جدا، وانا نفسي ان شاء الله ربنا يكرمنا بالودودة يا رب، ويكرم كل مشاهدينا بالودودة. ملاقيش حد وحش يا رب بس أبداً. عايزين كمان كل مشاهدينا يقولوا لنا على البيج وعلى الاس ام اس، انت حماتك اي نوع من السبعه؟ يعني ابعت لنا كده من السبعه اللي انت سمعتهم دلوقتي، حماتك يعني اي نوع، ويا رب تكون الرحيمه دايما. يعني ابعتوا لنا كمان، شوفي نفسك انت كمان وبصي نفسك كده، يعني اعترفي انت حما عامله ازاي، صرحي نفسك، يمكن انت غلطانه، يمكن انت يعني صلحي من نفسك لو انت حما صعبه يعني.